لكن ما يفرق الشيعة عن السنة في حتة الحديث إن السنة كما قلت في البداية يعني لو تتذكروا ما قلته أن السنة يرون في قطاع عريض منهم إلا يعني بعض الأسماء وبعض يعني أقليات داخل السنة أن الحديث دون في فترة متأخرة لاعتبار أن كان هناك نهي عن التدوين، وهذا النهي عن التدوين استمدوه من حديث رواه مسلم الحديث برقم 2289 في الجزء الثاني، ورواه أحمد بن حنبل في المسند في الجزء الثالث 21 صفحة 21. الحديث بيقول عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا فليمحه. طيب الحديث ده فيه إشكالية كبيرة حتى عند في المدونة السنية أيضا في كلام كتير عليه. يعني على سبيل المثال مثلا الدكتور مصطفى الأعظمي، الدكتور مصطفى الأعظمي واحد من العلماء الحديث الأجلاء يعني المحدثين، يعني ليه كتاب اسمه دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوين، بيقول إن الحديث مرفوع. يعني إيه الحديث مرفوع؟ يعني اللي روى الحديث رفعوا للنبي مباشرة. يعني أقول مثلا إيه، أنا مش هقول الإسناد، هقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، وأروح ذاكر الحديث ده بيسموه الحديث المرفوع. وقالوا إن اللي رفعه حد من التابعين اسمه همام بن يحيى، والخطيب البغدادي في تدريب الراوي على ما أعتقد كان علق على الحديث. فبالتالي هنا في علة بالنسبة لهذا الحديث، وهذه العلة هي التي يستند إليها الشيعة في نفي السردية السنية التي تقول بالنهي عن الكتاب. العلة الثانية في الحديث إن الحديث روي بألفاظ مختلفة ولكنها تؤدي نفس الغرض. إيه نفس الغرض؟ هو النهي عن التدوين والنهي عن الكتاب. ولكن رأي العلماء تمام، ومنهم حتى ابن الصلاح في المقدمة، ابن الصلاح معروف يعني من علماء الحديث المتشددين شوية أو المتطرفين، هو من علماء القرن السابع الهجري في المقدمة، شايف إن يعني إن هذا الحديث لا، رغم إنه هو مروي من خلال أبي سعيد الخدري، لكن لا نستطيع أن نعتمد عليه في نهي الرسول عن الكتاب. ودي برضو علة تانية اعتمد عليها الشيعة في نسبهم أو في ضربهم للسردية السنية. في طبعا أحاديث أخرى بتنهى عن الكتابة ولكنها أحاديث ضعيفة، فبالتالي يبقى كده إيه الموضوع هنا، إيه يعتبر خلص. طيب زي ما قال صديقنا هادي في المقدمة في البداية، هو بيقدم الموضوع أن في أحاديث تتكلم عن التدوين. زي إيه مثلا؟ في حديث، الحديث ذكره محمد الرامة هرمزي، ده أعتقد من علماء القرن الرابع، في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. الحديث بيقول: قام صلوات الله عليه وسلم بعد فتح مكة في الناس خطيبا، يعني الرسول بعد الفتح خطب في الناس، فقام رجل من اليمن يكنى بأبي شاد، ده حد إيه، حد من اليمن، وقال: اكتب لي ذلك. يعني أبي شاد بيخاطب النبي بيقول له اكتب لي ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاد. هذه أول دليل. برضو هنا الحديث زي ما قلت ذكروا الرمى هرمزي أيضا، واعتقد أنه هو ورد برضو في مسند الإمام أحمد أيضا، وهذه مصادر هنا مصادر سنية وليست مصادر شيعية. أيضا هذا الحديث يحتج به الشيعة أن التدوين تم في حياة الرسول وفي عهد الرسول. وفي طبعا أحاديث أخرى في صحابة تانيين أصلا رأوا أحاديث، زي عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وغيرهم من الصحابة، إن الرسول كان يحض على التدوين وكان يحض على الكتابة، باعتبار إن الكتابة والتدوين بتحافظ على الأقوال وبتحافظ على الأفعال وبتحافظ على التقرير بتاع الرسول، اللي هي الأفعال بتاعته اللي هو طبعا إيه القول والفعل والتقرير، اللي هو إيه التعريف المعروف للسنة النبوية. طيب احنا نرجح ماذا؟ يعني هل الرسول امر بالتدوين ولا نهى عن التدوين؟
في حقيقة الأمر يعني أنا ده رأيي الشخصي يعني إن الرسول أمر بالتدوين وحض على التدوين، لأن النهي عن التدوين ده هيرجعنا تاني برضه للخلفيات السياسية، يبدو إن كان في غرض سياسي ده. لأن زي ما إحنا عارفين منذ اجتماع السقيف وحتى كربلاء وما بعد كربلاء الأوضاع السياسية كانت متوترة جدا، وبالتالي الأمويين استغلوا هذه الفرصة وبدأوا يعملوا دعاية معينة ليهم ولدولتهم ولسلالتهم، ومن ثم تم استخدام عدد من الصحابة المشاهير في رواية الحديث وعلى رأسهم أبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. وكلنا طبعا عارفين ان ابو هريره من اصول يمنيه، ابو هريره يحتل رقم 1 لو عملنا احصائيات لرواه الحديث لان ابو هريره رقم 1 من حيث الروايه. غريب ان في اسئله بتثار حوالين روايه ابو هريره، يعني ابو هريره على ما اتذكر انه هاجر للمدينه في السنه الثامنه او التاسعه الهجريه، يعني هو بعد صلح الحديبيه كان 6 هجريه وهاجر غالبا يوم 8 او 9 هجريه، يعني قعد مع الرسول فترة بسيطة جدا. طيب السؤال هنا بيطرح نفسه سؤال عقلاني مش هدفه يعني التجريح في حد أو كذا، هل الفترة اللي قعدها أبو هريرة مع النبي اللي كانت سنة أو سنتين أو حتى 3 سنين كافية إن هو يروي هذا العدد من الأحاديث؟ علامة استفهام. وفي المقابل إن الإمام علي اللي هو لازم الرسول حتى من قبل المبعث النبوي، لأنه علي هو ربيب النبي محمد حتى بحكم ما جاء في السيرة النبوية وجاء في سردات السيرة النبوية، ربيب النبي محمد من قبل البعث وكان واثق لي، والنبي في الهجرة أخى بين المهاجرين والأنصار فلم يبقى إلا علي فأخى بينه وبين علي. فهل يعقل أن الإمام علي اللي هو كان ملتصق بالنبي وفي نفس الوقت زوج وابنته أنه لا يذكر له إلا بضعة أحاديث تعد على أصابع اليد الواحدة؟ يعني غالبا البخاري مش فاكر وراه مش عارف حديثين او 3 للامام علي، ومسلم يمكن مسلم اكتر شويه، يمكن شويه اللي راوا اكتر للامام علي الامام النسائي، بالتالي النسائي زي ما قلت ان هو ايه صنف المناقب بتاع الامام علي.